أنوه بالإجماع النابع من الجانبين الإفريقي والكوري على الارتقاء بالشراكة التي تجمع بينهما إلى هذا المستوى الرفيع ألا وهو مستوى القمة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تمسكنا الجماعي بهذه الشراكة التي تم تأسيسها منذ ما يقرب العقدين من الزمن، وعلى قناعتنا بالنتائج التي تم تحقيقها في إطارها. ولا يفوتني فيها من هذا المنظور أن أثني على مشاريع الوثائق المعروضة علينا، لا سيما مشروع البيان الختامي المشترك وما تضمنه من أفكار بناءة ومن مقترحات وجيهة ومن مقاربة عملية تحدد أوجه التكامل وبرامج التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياسية وكذا الاجتماعية والثقافية. ولعل أكثر ما يستحق الثناء والإشادة في هذه الوثيقة هو تبنيها لمبدأ تملك إفريقيا لصنع حاضرها ومستقبلها واعتدادها بالظروف الخاصة التي تواجهها دول وشعوب قارتنا، إلى جانب دعمها للحلول التنموية المنبثقة على أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.